وهذا يعني أن داود عليه الصلاة والسلام كان حسن الصوت. وكذلك قال القرطبي وقال ابن كثير في قوله تعالى أوّبي معه، أي رجعي مسبحة 70 لونا من ألوان الصوت الجميلة. لذلك يأمر الله سبحانه وتعالى أن نقرأ القرآن ونرتله ترتيلا. نرتله ترتيلا. فمعشر الإخوة الكرام، احرصوا على تعليم أبنائكم القرآن وتجويد القرآن وترتيل القرآن. أنادي على القارئ الأخير وهو المقرئ سعيد العبيد إمام مسجد عرفني، وهو كذلك مقرئ مجود. بسم الله الرحمن الرحيم. يا What is
and